معهد مصرفي المصري هو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، أنشئ سنة 91 بالقانون رقم 78 بهدف أن يتحمل مسؤولية تطوير رأس المال البشري من العاملين في القطاع المصرفي، سواء كان ده عن طريق تطوير المهارات الفنية أو المهارات الإدارية أو المهارات السلوكية. المعهد بيقدم خدماته من خلال 4 فروع، فرعين في القاهرة وفرع في الإسكندرية وفرع في بورسعيد. عنده ما يقرب من 30 قاعة تدريب، 9 معامل حاسب آلي، قاعتين للمؤتمرات. المعهد حصل على الاعتمادية الدولية من مؤسسة أسد الأمريكية، وهي جهة مانحة للاعتماد معترف بها من قبل وزارة التعليم الأمريكية. والمعهد هو أول من حصل على هذا الاعتماد في سنة 2009، وتم تجديده في سنة 2015 كأول جهة تحصل على الاعتماد وأول جهة تقوم بتجديده برضه مرة أخرى. وإحنا الفترة الجاية هنعمل على ملف تجديد الاعتماد للمرة الثانية. دور المعهد ايه في تطوير القطاع المصرفي؟ القطاع المصرفي اهم عنصر فيه على الاطلاق هو العنصر البشري القائم على تقديم الخدمات المصرفيه وتطويرها واستحداث خدمات جديده وما الى ذلك. فالمعهد بمعني باهم عنصر في القطاع المصرفي اللي هو العنصر البشري. التطوير هنا مش بس هو تدريب، احنا بنتكلم على قبل التدريب، احنا بنتكلم على التقييم. انت لو عايز تدرب حد بتدربه على ايه؟ لازم الاول تعرف ايه هي المستهدفات، ومن ثم تستطيع ان انت تقول بناء على هذه المستهدفات نستطيع ان ندعي ما هي، او يعني نجزم بما هي المهارات التي يجب ان يتمتع بها الموظف في القطاع المصرفي او المدير في القطاع المصرفي. يجب ان يتمتع بتلك المهارات حتى يتسنى له ان هو يقوم يحقق الاهداف بتاعه. عن طريق قياس تلك الفجوة بين المهارات الموجودة والمهارات المرغوبة بيستطيع المعهد هو يقدم خدمته التدريبية. فالتقييم بيأتي أولا ومن ثم يأتي عملية التدريب. مش بس كده، المعهد زي ما قلت لحضرتك المعهد عنده إدارة البحوث والتوعية اللي هدفها أصلا البحث في كل ما هو جديد في القطاع المصرفي، وعقد ندوات ومؤتمرات ودوائر مستديرة الهدف منها إن الناس في القطاع المصرفي العاملين يبقوا على علم بكل ما هو جديد. المعهد بيعمل بشكل قوي جدا على تطوير العاملين في القطاع المصرفي عن طريق الزيارات الخارجية اللي بتتم للدول الأجنبية، اللي هدفها إن الناس بدل ما تاخد المحاضرة بشكل تقليدي إن هم يروحوا ويشوفوا زملائهم العاملين في المؤسسات مثيلة في نفس الإدارات المشابهة، يقدروا يشوفوا بالضبط إيه اللي بيحصل عندهم. لما المعهد يقوم بتطوير شبكات الحاسب الآلي، وده أمر برضو يعني ما هوش في صلب القطاع المصرفي كأمر فني، ولأنما دي البنية التحتية اللي يستطيع من خلالها المعهد دعم العاملين في هذا القطاع وتقديم لهم كل ما هو جديد. ففي الحقيقة أنا أدعي أن المعهد المصرفي يعني ركن أساسي في القطاع المصرفي المصري في قيامه وتطويره واستحداث كل ما هو جديد. المعهد بيقدم خدمات تدريب، بيقدم خدمات توعية، بيقدم خدمات تقييم. فاحنا لو عايزين نتكلم على سنة مثلا 2017 اللي انتهت، من لو بنتكلم من اول يناير 2017 لديسمبر 2017، هنتكلم على عدد تخطى 50,000 مستفيد. دول يعني منقسمين بقى لعدد ما يقرب من 30,000 متدرب وما يربو على يعني 20,000 موظف ومدير خضعوا للتقييم، وعدة آلاف حصلوا على خدمات التوعية والزيارات الميدانية والبرامج الدولية وما إلى ذلك. الرقم ده مرشح للزيادة. ليه بقى؟ لأن المعهد استحدث في سنة 2017 في سنة 2018 في 1 فبراير 2018 خدمة التعليم الإلكتروني اللي احنا عندنا عليها يعني امال عريضة جدا ان هي تحدث طفرة في عدد المتدربين وفي جودة العمليات التعليمية نفسها. لان دلوقتي
لو المتدرب اللي كان مضطر ان هو يترك وظيفته او بيته او احيانا محافظته عشان يجي يقعد في القاهره يوم او اثنين او ثلاثه عشان يتلقى الخدمه التدريبيه، اصبح هذا المتدرب في غنى عن كل هذا، فهو مرتاح والبنك مرتاح، هيئه الطرق مرتاحه لانه مش محتاج ينزل يركب مواصلات ولا يسوق عربيته ولا يدور على ركنه. فاحنا ندعي ان احنا قدرنا نوصل للمتدرب بالمحاضر وبالمادة العلمية وبالمطبعة اللي بتطبع المادة العلمية وبالمطبعة اللي بتطبع الشهادة الإلكترونية وبالموظف اللي بيقيم أداء المحاضر، وهو المتدرب يعني يجلس في مكتبه أو يجلس في بيته. المعلومة اللي يمكن القراء ما يعرفوهاش أو المشاهدين ما يعرفوهاش، إن إحنا ابتدينا نستخدم هذه المنصة في برنامج التدريب من أجل التوظيف، وأتحنا عليها المواد العلمية بشكل إلكتروني عشان نوفر تكاليف الطباعة. التوفير ده ساهم في وصول الخدمة لعدد أكبر من المتدربين، فالمبلغ اللي قدرنا نوفره من الطباعة قدمنا بيه خدمات تدريبية أكبر. إحنا بنتكلم على ما يتخطى 2500 طالب جامعة قدروا يستفيدوا من هذه المنصة. صحيح مش بنتكلم على تعلم إلكتروني، إحنا بنتكلم على إتاحة المادة العلمية وعملية التقييم بشكل إلكتروني من خلال منصة المعهد. فالأعداد أنا أدعي إن هي أعداد مبشرة جداً، وهتسهم طبعا بكل تأكيد في وصول خدمة تدريبية بشكل أكثر تيسيرا.